أهلاً أعزائي المشاهدين، أرحب بكم أجمل ترحيب من جبل التطويبات، مكان عزة المسيح على الجبل، وطبعاً خلفي الكنيسة المشهورة كنيسة جبل التطويبات، سميت على اسم الكلمة طوبة تعني يا للسعادة. فأنا بدعوك في هذه الحلقة إنه تستمع للخلاصة، خلاصة عزة المسيح على الجبل، وبصلي إنه هذا التعليم كان سبب بركة لحياتك. ابقوا معي، سأواصل الحديث بعد قليل. أهلاً أعزائي المشاهدين، أنا موجود أمام كنيسة جبل التطويبات، كنيسة جميلة حلوة جداً، من برا الأعمدة الجميلة وأيضاً من جوا جميلة، وكل المنطقة جميلة تسمى جبل التطويبات عند بحيرة طبرية. ها نحن نأتي الآن إلى الخلاصة، إلى تأثير هذه العظة في نفوس السامعين. مكتوب أحبائي: فلما أكمل يسوع هذه الأقوال بهتت الجموع من تعليمه، لأنه كان يعلمهم كمن له سلطان ليس كالكتبة. لاحظ، كمن له سلطان وليس كالكتبة. هون نشوف تأثير الكلام وتأثير العظة. بهتت الجموع، يا للصدمة الكهربائية، التيار الكهربائي اللي سرى في حياة الناس، فشاهدت شخص من جوا من برا قلبا وقالبا شكلا ومضمونا هويته شخصيته وتعليمه الكامل. بهتت الجموع مثل تيار كهربائي سرى في داخلهم، تعجبوا. ألم يقل الكتاب يدعى اسمه عجيبا؟ تعاليمه عجيبة، أقواله عجيبة، أفعاله عجيبة، محبة عجيبة، نعمة عجيبة، مملوء من الروح القدس، كل شيء عجيب في حياته، في ميلاده عجيب، في حياته عجيب، في تعليمه عجيب، في معجزاته عجيب، في ألامه وصلبه وموته عجيب، في قيامته عجيب، شخصية عجيبة، من أجل هذا يدعى اسمه عجيبا. أحبائي، لم يقل مرة واحدة يسوع المسيح هكذا قال الرب، لأنه هو الرب. حتى في عزته على الجبل قال: سيقولون لي في ذلك اليوم، يعني في النهاية كديان الرب، هذا واحد من الصفات الإلهية، يقولون لي في ذلك اليوم يا رب يا رب، فهو الذي قال: سمعتم أنه قيل للقدماء، أما أنا فأقول لكم إنه الرب. كل الأنبياء أشاروا إلى يسوع المسيح، أما يسوع قال: أنا هو. إيجو إيمي، هذه الصفة، الكلمة الإلهية، أهي الذي أهي. حقا إنه المعلم العظيم، أعظم معلم، ومن مثله معلما، كما قال أيوب. إخوتي وأخواتي، مش بس الأنبياء أشارت والوعود، لكن أحبائي كل الأنبياء تنبأوا عن يسوع المسيح العظيم. من أجل هذا لما علم على هذا الجبل بهتت من تميز المسيح، من اختلاف المسيح، من تعليمه، من تفرده، من السلطان اللي كان بيتكلم فيه. لم يتكلم إنسان قط مثل هذا. ولما نزل من الجبل تبعته جموع كثيرة، خلاص اتعلقت فيه مثل المغناطيس، انجذبوا إلى هذه الشخصية الفذة الرائعة الفريدة. كانت خدمة يسوع المسيح التعليم والكرازة والشفاء بشكل عام في هذه المنطقة. الكرازة كان بيدعو الناس للتوبة، لأن ملكوت السماوات قد اقترب. التعليم كان يعلم التلاميذ، قدم لهم حقائق بل مبادئ الملكوت، ملكوت السماوات. وطبعا
الشفاء كان يصنع خير وبيشفي جميع المتسلط عليهم. إبليس كانت خدمته أيضا خدمة الشفاء، فشافوا السلطان في أقواله وشافوا السلطان في أفعاله. ثم أحبائي بهتوا، مش بس من أجل تعليمه، بهتوا لأنهم أبصروا أيضا معجزاته. كانت هذه الخدمة اللي بيقوم فيها يسوع المسيح في هذه المنطقة، كان بيشفي كل مرض كل ضعف. رأوا سلطان هذا الملك المتميز اللي علم عن مبادئ الملكوت، وأن هذه المبادئ بيستمر طبعا في إصحاح 8 وإصحاح 9 بيتكلم عن سلطان معجزاته. مش بس بهتوا بالتعليم، لكن بهتوا واندهشوا بسلطان المعجزات اللي كان بيفعلها بقوته، القوة الكائنة من شخصه. لما كان بيكون في محضر الناس كانت الناس تشفى من كل ضعف ومن كل مرض. هذا المسيح اللي بنتكلم عنه اللي علم أعظم عظة على هذا الجبل. أحبائي أنا بصلي إنه هذا التعليم، كل الحلقات اللي سمعناها كانت بركة لحياتك. وعلى فكرة اتواصل معنا، ويمكن ما حضرتش أنت كل الحلقات، فيك ترجع للسايت تشوف كل الحلقات حتى تستفيد وتتبارك روحيا. الرب يباركك ويكون معك. I think one of the most important things a person can know is that they're made in God's image and God loves them personally, uniquely, individually. He knows and loves you, and this is the most important thing. And second, that love that God has for each person as His child is so strong, so all-consuming. I think of passages like Romans chapter 5 where Paul says, think about this. While you were still ungodly, Jesus died for you. While you were His enemy, Jesus died for you. While you were not an ally of God, Jesus died for you. Now, if God loved you so much that He would let His Son die for you when you were not even interested in Him and when you were actively opposed to Him, think how much more He has invested in you and He is going to hold on to you with all of His might, see you through the difficult times. He wants to do something wonderful in your life and He wants to be real and present because He gave up His Son for you specifically, you Nizar, me Claire. And that relationship is not easily shaken. So if we could rest in that relationship, if we can accept how profoundly and how securely God envelops us as His child, we could be set free to love Him and to love others and serve them, not out of fear and not like a slave, but because we've been set free inside. We are His children, not His slaves. And love, His love, is so strong that it should set us free to love one another, even when it's scary, even when it's hard, even when we die to ourselves. But His love is so strong, it is not easily shaken. So it should empower us for good. أحبائي يعني عاوز أقول إن الناس استفادت وتباركت من تعليم يسوع على الجبل، لأنه شافوا شيء متميز، شيء خاص في يسوع المسيح. بيتكلم بسلطان، بيتكلم بأقواله الذاتية، لدرجة إنه الناس اتعجبت من كلمات النعمة اللي خرجت من شفتيه، لأنه كان يتكلم بسلطان غير مقتبس. مثل الفريسيين كان بيقتبس أقوال الآباء، هكذا قال الرابي أو الفريسي اللي أنا تابع لهذه المدرسة ولهذا المعلم، لكن كان كله يعني تعليم صافي من شخص جلال المسيح. تعجبوا من كلمات النعمة، فلا عجب، فالمسيح هو كلمة الله،
وهو المتكلم وهو الرسول وهو الرسالة أيضا. اندهشت لأنها لم تسمع إنسان قط تكلم مثل يسوع المسيح. انبهروا أحبائي لأن حياة المسيح تجسيدا لكلماته. حقا كما قال أحدهم إنه خطاب العرش، إنه خطاب الملك، إنه دستور المسيحية، إنه قانون السعادة، إنه قانون العدالة، إنه قانون الحكمة، إنه قانون المحبة. وكل هذا قيلت بالمحبة النابعة من قلب يسوع والنعمة اللامتناهية تجاه الشخص المستمع. من هذه الأقوال وهذا التعليم بعظة المسيح على الجبل نختبر الحرية الكاملة. هذه الحرية لا في حرف الناموس والتقاليد الباطلة البالية، لكن بكلام المسيح الحي. قال يسوع كلامي روح وحياة، إنه برنامج كامل لملكوت السماوات، إنها المبادئ لدستور الحياة. فنحن نأتي لنبني هذا الإيمان على صخر الدهور، إيماننا في شخص الرب يسوع المسيح. مرة تانية أحبائي، إحنا في الخاتمة لهذه الدراسة شفنا أن المسيح اتكلم وعلم أمور كثيرة، لكن المسيح اتكلم بسلطان. سمعتم أنه قيل أما أنا فأقول لكم. الناس اندهشت أحبائي لأنه شافوا شهادة حية، شافوا شخص فعلا صافي نقي، مش مجرد أي كلام. وهذا الكلام اللي جذبهم واللي خلاهم يتبعوا المسيح بلا رجوع وأحبوه من كل القلب. هذه العظة أحبائي أنا بشجع كل واحد منا يقرأها ولو مرة في السنة. هي 3 إصحاحات بتأخذ على الأقل 10 دقائق لربع ساعة، لكن شوف القوة الهائلة من وراء كلمات المسيح يسوع. مرة تانية، لا يمكن أحد أن يطبق كلام يسوع المسيح إلا إذا اختبر حضور يسوع، غفران يسوع المسيح، سلام يسوع، واختبر المصالحة مع الآب. يعني لازم تنال الفداء وتغتسل بدم المسيح وتكون ابن للرب، حتى من خلال مساعدة المسيح ومن خلال عناية المسيح ممكن تطبق تعاليم المسيح، تتشبه بيسوع المسيح على الأرض. هاي الرسالة أحباء اتكلمها يسوع المسيح مش على أساس يظهر عجز الإنسان، فطبيعة الإنسان مسكين بالروح وعاجز، لكن حتى يعلمنا إنه هذا المقياس الله ما بيطالب أقل من مقياس إنه نكون كاملين مثل الرب يسوع المسيح. فالمسيح هو كمالنا، هو جمالنا، وهو مثالنا. وأنا بدعوك لهذا الشخص اليوم إنه فعلا تصلي وتطلب يسوع في حياتك وتختبر هذه المحبة الفائقة وهذه المعرفة المغيرة، تختبر خلاص المسيح الكامل. وصلي هذا في اسم الرب يسوع المسيح، والرب يباركك ويبارك حياتك. أعزائي المشاهدين من جبل التطويبات، من مكان الحدث وين الجماهير جاءت لتسمع المعلم الأعظم الرب يسوع له كل المجد. في بداية العظة صعد يسوع إلى الجبل، وفي نهاية العظة نزل يسوع من هذا الجبل، لكن قلوب المستمعين كانت متعلقة، كانت منجذبة لشخص الرب يسوع المسيح. بهتت من هذا التعليم، تعجبت واندهشت لأنه يتكلم بسلطان، لم يتكلم أحد قط مثل هذا الإنسان. العظة اللي سمعناها أحبائي بصلي من كل قلبي إنه هي بركة لحياتك. على فكرة بتاخدك فقط ربع ساعة إنك تقرأ إنجيل متى إصحاح 5 و6 و7،
حتى تدرس هذه الكلمات وهذه التعاليم المتميزة الفائقة من فم الرب يسوع المسيح. بصلي من كل قلب إنه كانت سبب بركة لحياتك. فيك ترجع على السايت إنك تدرس وتتابع كل هذه الحلقات اللي درسناها من المواقع الكتابية. وفي نفس الوقت إذا عندك أي سؤال أو أي استفسار اكتب لنا أو تواصل معنا. مرة أخرى من جبل التطويبات بصلي إنه ربي يباركك ويبارك حياتك ويبارك عائلتك وفعلا ينير بوجهه عليك ويمنحك سلام.